متابعين حلقتنا مع إيت سمارت، وصباح الخير لناتالي ياغي. هاي ناتالي. صباح الخير، كيفك إلي؟ تمام، مشتاقين. أنت منيحة؟ أنا الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله عطول. اليوم عم نحكي عن تغذية المتقدمين بالسن. أكيد مزبوط. في تغذية خاصة، كل ما الإنسان يكبر كل ما احتياجاته بتختلف، ومشان هيك لازم يغير نظامه الغذائي لحتى كمان يكون بصحة جيدة. مزبوط إلي، أكيد كل مرحلة من العمر عندها احتياجاتها الغذائية الخاصة فيها، وما ننسى هلأ نحن بحاجة إنه كل شخص يكون عنده توازن غذائي كرمال يقدر يكافح ويضل أكيد بعيد عن كل المشاكل الصحية اللي ممكن إنه يعني تتطور، خاصة وقت اللي نحكي عن مشاكل المناعة. نعرف كثير منيح انه النظام الغذائي والتوازن الغذائي بيأثروا على الصحة، خاصة عند المسنين بعد عمر ال 65 70 سنة. الجسم بيتغير وفي كثير اسباب بتأدي لسوء تغذية عند المسنين، وبتضاعف اكيد بالتالي بتضاعف مناعتهم وبتضاعف قدرتهم على مكافحة كل شيء ممكن يكون خارجي، ويأثر على أكيد التواصل بالحياة الطبيعية. مشان هيك مهم كل شخص، يمكن عنده شخص مسن، ستو، جده، أهله، حتى الشخص المسن هو بحد ذاته إذا عم يحضرنا لازم ينتبه على عدة أشياء كرمال تضل صحته منيحة، وكرمال تضل قادر يوصل ويعمل اللقاح ويرجع يعيش حياته الطبيعية بعدين بشكل كتير سلس. خلينا نبلش نشوف شو هي الأسباب اللي ممكن إنه تؤدي لسوء تغذية، وأنا هون عم بحكي عن سوء تغذية مش يعني إنه شخص بس ضعيف كتير أو ما عم بياكل. سوء التغذية أوقات أشخاص خاصة عند المسنين يمكن وزنهم فيكون وزن زايد عن المعدل العادي، بس عنده نواقص غذائية بتأثر على قدرة الجسم انه يكافح كل شيء خارجي ممكن انه يأثر عليه. يعني ما لازم بس نرتكز على انه شخص عنده زيادة وزن او عنده بعض الاحيان بدانة، لازم ننتبه على عوامل خارجية بتأثر على صحة الجسم. من اول الأشياء اللي ممكن انه تأثر على صحة المسن هي تناول الأدوية. يعني الدراسات فرجت انه الاشخاص المسنين هاللي بياخذوا كثير ادويه ممكن هيدا يؤدي لانخفاض بالقبليه. يعني وقت اللي الشخص بيكون عنده 10 حبات ادويه كل يوم ياخذها على القليله، هالادويه هي ممكن انه تاثر على شهيته على الاكل، وبالتالي تاثر على نوعيه الاكل اللي عم ياكلها. يمكن عم بياخذ 3 وجبات بس باردون المأكولات اللي عم بيتناولها منا تحتوي على العناصر الغذائية اللي هو بحاجة إلها. وأوقات الأدوية كمان بتمنعه أنه يتناول هالثلاث وجبات. هيدي نقطة كتير مهمة. شغلة كمان لازم ننتبه لها عند المسن وقت اللي نحكي عن ريسك سوء التغذية، يعني شو العوامل اللي بتأثر على أنه هالمسن يصير في عنده سوء تغذية. بنعرف أنه الجسم مع العمر بيتغير، ومن الأشياء اللي بتتغير بالجسم هي عملية الهضم وامتصاص بعض أنواع من المعادن من الفيتامينات. مثلا وقت اللي نحكي عن الفيتامين B12 اللي هو كتير مهم لصحة الإنسان، الأشخاص اللي بيكون عندهم حموضة المعدة بتكون يعني خفت وبتصير هيدا عند المسنين عادة، هيدا بيأثر على امتصاص مثلا الفيتامين B12 من المأكولات. مشان هيك هالاشخاص هول اذا كانوا عم بيتناولوا بركه ادويه لحمايه المعده او عندهم بيفقدوا قدره الهضم، لانه هيدي كمان من الاشياء اللي لازم ننتبه لها انه الهضم بيصير اصعب عند المسنين. هدول الاشخاص لازم ينتبهوا اكثر من غيرهم يمكن على مصادر هالانواع من الفيتامين B12، على مصادر البروتينات، لانه البروتينات هن عنصر اساسي باكل المسن. وهلا الدراسات، اخر دراسات اللي عم تنعمل وفي دراسه انا هلا عم بقوم فيها، فرجت انه المسنين كل ما كانوا عم بياخذوا كميه بروتينات افضل كل ما كانت
نشاطهم والريسك لانه يصير في عندهم مشاكل صحيه اقل. يعني مهم كثير انه ينتبهوا شو عم بياخذوا لحوم، شو عم بياخذوا اجبان والبان، لانه هيدا في علاقه بين استهلاك البروتينات وصحه المسن، لانه بيفقد قدره الهضم اللي هو عاده كان عنده اياها. بقى ننتبه مش بس على اذا كنا ايه او لا عم ياخذ ادويه، ولكن كمان اذا نحن اشخاص عندنا مشكله بهضم، خاصه مثلا الماكولات الغنيه بالبروتينات، الاجبان، الالبان واللحوم. دونك هيدي شغله لازم ننتبه لها ونقدر نعود عنا. يعني الشخص اللي ما اكل كميه كافيه من الماكولات باردون الغنيه بالبروتينات، خليه يرجع بعدين بوجبه خفيفه، يرجع يستبدل عنا، لانه وقت اللي القبليه بتخف اوتوماتيكمان هيدا الشيء بضل، وهيدا الشيء مزمن، وهو وقت اللي بيصير ياثر على الوزن بشكل تقريبا 5% من الوزن بنخسره على فتره 3 اشهر او حتى شهر، هيدا بيضعف من مناعه الجسم وبيضعف من قدره هالشخص يضل قادر يكون انديبندون، يعني يضل يقدر يكون هو قادر يسيطر على كل شيء حواليه. كمان غير عوامل لازم ننتبه لها عند الشخص من بعد عمر ال 65 سنه او حتى بعدين، انا عم بحكي اكثر للاشخاص اللي فوق ال 75 و80. الشغله الاساسيه هي خاصه هلا يمكن الاشخاص صاروا معزولين اكثر، لانه بدنا ننتبه عليهم، يمكن مش عم نزورهم قد ما كنا نزورهم، يمكن عايشين لوحدهم. دونك هيدا نقطة كثير أساسية هي الحالة النفسية عند المسن، بتأثر على قد ايه عم بياكل، بتأثر إذا له جليدة يطبخ لشخص واحد إذا كان عايش لوحده. دونك نحن إذا كنا عم نهتم بهالأشخاص هول حوالينا، خلينا نجرب ما نخليهم يحسوا حالهم لوحدهم، لانه بياثر سلبا على شو عم بياكلوا. يعني الشخص اللي بده يقعد يمكن يتغدى مش رح يطبخ طبخه كرمال تاكل لوحده، ويمكن بيلف ساندويتش خبز وزعتر، هيدي شغله كثير من المسنين بيحبوها الزعتر والزيت، بس الزعتر والزيت ما فيه غذاء. مشان هيك مهم انه نركز حتى ولو كنا لوحدنا، بدنا نحن نهتم بحالنا، نهتم انه بالوجبه الاساسيه تبعيتنا يكون في فئه نشويات، ندخل دائما مصدر للبروتينات، ونحاول ندخل على القليله صنفين او ثلاث اصناف من الخضار كرمال جسمنا ياخذ هالعناصر الغذائيه اللي هو بحاجه لها، كرمال يضل يقدر نشيط ونقله راد. بس تقطع هالمرحله الصعبه علينا يقدر يرجع على حياته الطبيعيه ويرجع يستقبل الاشخاص اللي بيحبهم وبيحبوه. دونك نقطه كثير اساسيه مثل ما كنت عم بقول هي انه ننتبه الشخص المسن ما لازم يكون عنده احباط، لازم بالعكس يلهي حاله يمكن باشياء كرمالتها يقدر يوصل على وجبه الاكل ويتناول الماكولات اللي هو بحاجه لها. من الاشياء كمان اللي دائما بنشوفها هي الوجبه الترويقه، ليه كثير من المسنين اللي بيتروقوا؟ يعني لسوء الحظ المسن يمكن بفيق الصبح مع الادويه اللي عنده، ما كثير عنده شهيه تاكل، يمكن جبنه لبنه او حتى يمكن الحليب ما بيهضمه، وهيدي شغله كمان كثير عم نشوفها، المسن ما بيقعد يهضم الحليب، دونك بيصفي اكله كثير ريدوي، يعني كميه الماكولات خاصه بفتره الصبح بتكون يمكن قليله، ويمكن بيكتفي بشقفة كعكة مع شاي اللي هي بالنهاية صحيح ترويقة هو بيسميها، بس هي بالنهاية ما عم تعطي الغذاء اللازم. دونك الترويقة كمان مهمة، خلينا نخصص كمان هون ثلاث فئات من المأكولات، إذا كانت فواكه أو خضرة، إذا كان أجبان وألبان، وصنف من النشويات. حتى إذا بنعرف إنه المسن يمكن عنده عدة مشاكل صحية منها السكري، حتى إذا يمكن شوي دخلنا سكريات الصبح او حبة فواكه، بالعكس هيدا بخلي يمكن بخلي وجبه الترويقه تكون متكامله اكثر. حتى اذا يمكن نحن خليني اقول زعبرنا شوي بالمأكولات اللي عم ناكلها.
ناتالي، اليوم يعني مثل ما قلتي عم نعيش حالة صعبة، هل في عنا تغذية خاصة بالمسنين ممكن ما بعرف تخفف الستريس؟ يعني في أنواع طعام ممكن هيك تريح إذا بدنا نقول يعني بطريقة تانية؟ هلا الستريس اكيد هو من اهم الاشياء اللي لازم المسن ينتبه لها، ويعني كمأكولات بتأثر على الضغط النفسي. حكينا عن اشياء يمكن بتخفف من التنبه، يعني وقت اللي شخص ياخذ كثير قهوه بصفي يتوتر بسرعه اكثر، مشان هيك ممكن انه القهوه هي تكون من الاسباب اللي بتأثر على التوتر، دونك يخفف تناول الكافيين والمأكولات اللي غنيه بالكافيين. بس لازم كل شخص يلاقي المأكولات اللي هو بتروقه، ولازم انا بعتقد ما يفتش على الاكل تا يرتاح، لانه ممكن عند بعض الاشخاص هذا يكون يؤدي ل يعني نتائج سلبيه على معدل السكري تبعوله. دونك الاكل ما لازم يكون هو طريقه تيروق عن حاله، لازم يمكن يلاقي غير اشياء يعملها غير الاكل يقدر يروق ويخفف من الضغط النفسي عنده. واكيد يضل يعمل نظام غذائي، في نظام غذائي خاص بالمسنين. اهم شيء هو ترويق الغداء العشاء، هول ما نقفيهم. اذا كانت الكميه منا كافيه بوقت الوجبه، يعني ما كان في على القليل 3 فئات غذائيه موجوده وكميه كافيه، بركي فينا نستعين بوجبات خفيفه، ان كانت يمكن بين الغداء والعشاء، او حتى اذا كان المسن مش عم بيقدر ينام، لانه القلق كمان هو من الاشياء اللي بتعاني منها الاشخاص، بيعاني منها الشخص المسن. يمكن وجبه خفيفه بالمساء، حط فواكه او يمكن كاسه لبن مع كعك، تكون هي عم بتكمل هالاحتياجات الغذائيه اللي هو بحاجه لها. الكالسيوم والحديد هن من الاشياء اللي ممكن يفقد قوة الامتصاص لها، مشان هيك مهم انه المسن يركز على اللحوم، على الاجبان والالبان، اكيد يختار هالاصناف اللي هي قليلة الدسم. البقوليات كثير مهمة، يعني وقت اللي نحكي عن البروتينات يركز عليها بشكل مستمر. واكيد في عدة عوامل لازم ننتبه لها، وبتكون هيدي اكيد احتياجات خاصة لكل شخص من حسب حالته الصحية. ما بعرف إذا بعد عنا وقت نحكي عن الخضار والفواكه اللي بعد معنا دقيقة. وقت اللي نحكي عن الخضار والفواكه، المسن أوقات ما كمان الخضرة بدها تحضير، الفواكه بدها تقشير، يمكن ما عنده القدرة على إنه يقشر. هلا إذا كان في حدا يساعد هالمسن يحضر له إياهم، هيدا بيكون كتير منيح. والا فينا نستبدل مثلا البردقان بالافندي، لانه تقشيره اهون من البردقاني. الموز هو من الفواكه اللي كثير سهل تناولها، وبنفس الوقت فيها عناصر غذائيه كثير مهمه. الكيوي والفيتامين سي بنعرف قديش مهم. الفواكه المجففه كمان فيها تستبدل الفواكه، اذا نحن مش قادرين دائما نتواصل معه ونجيب له فواكه طازه مثل المشمش المجفف مثلا، الزبيب بكميه قليله فيها تكون داخل المأكولات اللي بيقدر ياكلها. ودائما دائما دائما ننوع باختيار الخضار، ما نضلنا على البندوره والخيار، لانه بعرف انه هول اشياء يمكن تعودنا عليهم وسهل ترتيبهم. خلينا ندخل يمكن الخضره المفرزه، بتساعدنا على انه نأمن هالعناصر الغذائيه بدون شغل اضافي. ناتالي نحن بدنا نشكرك ونتلاقى فيكي بكره ان الله راد. يا هلا، رح نروح على الهيدلاينز من استوديو الاخبار ونتابع مع نيتشر والتسليق.